8 نصايح مهمة جدا لتجنب الحموضة والحرقان أثناء الحمل. طبعا نسبة كبيرة جدا من الحوامل أثناء الحمل بيحصل إحساس بالحموضة والحرقان، وده بيكون بسبب ارتفاع هرمون البروجستيرون والتغيرات الهرمونية اللي بتحصل في الجسم اللي بتؤدي لارتخاء في الصمام الموجود بين المريء وبين المعدة، وبالتالي سهولة ارتداد الحمض من المعدة للمريء والشعور بالحرقة والحموضة. كمان كلما تقدم الحمل وزاد وزن الجنين بيحصل ضغط على المعدة، وبالتالي بيكون سهل على الحمض ان هو يرتد برضو من المعدة للمريء، وبالتالي بتزيد المشكلة خاصة في التلت الثاني والتلت الثالث من الحمل. عشان نتجنب الموضوع ده ونقلل المشكلة الى اقصى حد يبقى نتبع النصايح دي، ولو اتبعنا النصايح وبرضو لسه المشكلة قائمة يبقى الافضل تروحي للطبيب، هيوصف لك بعض الادوية اللي هنقولها دلوقتي في اخر الفيديو، بس علشان للمعلومات وتعرفوا انها امنة اثناء الحمل، ولكن برضو بنقول انها لا تؤخذ الا تحت اشراف الطبيب. اول حاجة تقسمي الوجبات لخمس او ست وجبات اثناء اليوم بدل من تلات وجبات كبيرة، خليهم خمس او ست وجبات صغيرة افضل. رقم اتنين، تجنبي الاطعمة الدسمة او المقلية او الحارة لانها بتتسبب في تهيج المعدة وزيادة الحموضة والحرقان. تلاتة، تجنب المشروبات الغازية برضو بتزود المشكلة جدا. رقم اربعة، تجنبي القهوة والشاي واي منتج فيه كافيين، علشان كافيين بيزود من تهيج المعدة وكمان بيزود المشكلة. رقم خمسة، تجنبي الشرب اثناء الاكل، خلي دايما المية قبل الاكل بساعتين مثلا او بعد الاكل بساعتين. رقم ستة، عدم النوم مباشرة بعد الاكل، لازم تخلي على الاقل 3 ساعات بين الاكل وبين النوم، عشان النوم مباشرة بعد الاكل بيسهل ارتداد الحامض المعدي الى المريء. رقم سبعة، ارتداء ملابس واسعة وفضفاضة، الملابس الضيقة بتضغط على المعدة وبتزود من ارتداد الحمض من المعدة للمريء وبالتالي زيادة المشكلة. رقم 8، خلي مستوى الراس اعلى من مستوى الجسم وانت نايمة، يعني خلي دايما في حاجة تحت الكتف وتحت الراس بحيث دايما تكون الراس اعلى من الجسم. لو هنقول بعض الادوية الامنة اثناء الحمل اللي هي تقلل شوية من موضوع الحموضة والحرقان، عندنا اي منتج فيه هيدروكسيد الالومنيوم او هيدروكسيد المغنيسيوم او الفاموتيدين او الاوميبرازول، مش هقول على اسماء تجارية لان حاجات كلها معروفة، هيدروكسيد الالومنيوم، هيدروكسيد المغنيسيوم، فاموتيدين، اوميبرازول. ولكن خلي بالك ان الالومنيوم او اي مادة فيها الالومنيوم بتعمل امساك، وده مش عايزينه اثناء الحمل، فخلي دايما الادوية دي عند اللزوم فقط. وكمان الادوية اللي فيها مغنيسيوم ممكن يكون فيها مشكلة شوية في التلت الاخير من الحمل. في ملحوظة مهمة كمان عايز اقولها، ان دايما ادوية الحموضة لازم تفصلي بينها وبين الأدوية اللي فيها حديد 3 ساعات على الأقل، لأن أدوية الحموضة بتقلل جدا أو بتمنع امتصاص الحديد اللي هو كل الحوامل بتاخده أثناء الحمل، علشان طبعا الجنين وعلشان ما يحصلش أنيميا أو فقر دم، يبقى لازم تفصلي بين أدوية الحموضة وبين الحديد 3 ساعات على الأقل. ده كده كان الفيديو بتاع النهاردة، 8 نصايح لتجنب الحموضة والحرقان أثناء الحمل. أتمنى الفيديو يكون عجب حضراتكم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك للفيديو، استنوني في فيديو قادم ان شاء الله.